إذا بسم الله الرحمن الرحيم، دائما الهدف ديالنا هو استشعار بخصوصا لوبجي داتا جريد اللي يستحق الدراسة كثيرا. إذا غادي نتعلموا كيفاش نبحثوا نشارشيو فهمت فاش في جريد فيو. إذا البحث غيكون إن شاء الله بحث عادي على النيميرو وبحث متقدم مع مثلا الأسماء التي تبتدئ بالحروف المراد إيجادها. مثلا إذا بحث عادي، إذا نبرمج واحد بوطون اللي فيها بوطون عادي سميتها بحث، ولا بحث داخل مثلا بحث داخل الجريد فيو. مثلا بحث ناخد هنا تكس، إذا الخاصية تكس تسمح أنني نعطيك كتبالك على ايفنت تسميح. هنا بحث عادي ان شاء الله، ولا شيرشي ولا اللي بغينا. فوالا، اذا غيكون ان شاء الله هنا عندنا بحث. فوالا، اذا هذا البحث هذا على التاء، اذا الشيء اللي دخلت هنا نقلب عليه في الجريد. اذا سهله، نمشي نكليك هنا. اذا ان شاء الله نمشي نبوكلي. اذا كما قلنا باش ما نعاودش نعاود الافيشي. فوالا، إذا هو هذا. نحاول كونترول سي، نجي لهنا هذا البحث هذا. فوالا، كونترول في، ومن هنا تلا ليست كما قلنا. نحاول أنني نحيد هذا الهدف ديالي. بنبحث في الجريد هذه المرة ماشي في الليست. لما البحث في الليست راح ندرناه. فوالا، إذا كما قلنا غنمشيو لهنا، غنمشيو ديس بوان داتا جريد فيو بوان روز بوان كونز. فوالا، ونحاول نمشي نقلب على لي زانفورماسيون، ندير شي اف. فوالا، الكولاد مفتوحة، الكولاد مسدودة. فوالا، وكما قلنا هنا ناخد أول سطر، نبحث على كل سطر هنا. فوالا، كونترول سي، نجي لهنا كونترول في. فوالا، دو اي. فوالا، بوان سيل دو زارو. البحث هنا بالنمرة، إذا غنبحث بار نيميرو. إذا بوان مثلا فاليو كما قلنا الحمد لله. بوان تو سترينغ. فوالا، تساوي تي ان بوان تكست، داكشي اللي دخل ليتيليزاتور. إلا لقيتو إن شاء الله. فوالا، خاصاني هنا واحد جوج ديال الاقواس الحمد لله عاديه. فوالا، وغن افيشي في لي زانفورماسيون تي 2 و تي 1. وبالتالي فوالا هما كونترول سي، نجي لهنا كما قلنا كونترول في. غادي نجيب شي شويه هنا، غادي نجيب شي شويه هنا، نجي هنا. فوالا، ولكن هنا غتكون عندي اي لانديس دو اي، وهنا غيكون عندي لانديس دو اي تي 1 بوان تاكس لانديس دو اي اكسترا. اذا نشوف ان شاء الله ليكزيكيسيون. فوالا، اذا ساضيف مجموعه العناصر. فوالا، فوالا اضافه، ناخذ الثاني محمد باغ اكزومبل. فوالا اضافه. اذا ملء اللائحه. فوالا، نقلب واش عندي نيس محمد، عندي البحث. اذا عندي اشكال. فوالا، ما عندناش مشكل. زيرو ما دخلتش لي زانفورماسيون فيد. اذا ما دخلتش لي زانفورماسيون فاش في الجريد، ما دخلتش في التاكس بوكس القيمه ديال داكشي اللي بغيت نبحث به. اذا جو ريبيت، ندخل هنا كما قلنا. فوالا، اضافه جوج علي باغ اكزومبل اضافه من اللائحه. ناخد ان ونحاول ندير بحث. فوالا، اذا عندي اشكال، اذا هذا الاشكال نشوفه شنو هو. فوالا، عاديه. فوالا،
اذا من اي يساوي 0 حتى للداتا جريد بوان روز بوان هادي اف لا لين الاولى الفاليو بوان في سترينغ هي على تي ان بوان تاكس فوالا الى كان القيمه ديال هذيك يساوي هذه فان القيمه ديالها هي اي وبالتالي تي ان بوان بوان تاكس ايكال ا 1 و لي فاليو لي فاليو ايكال ا نورمالمون ايكال ا نول علاش نول زيرو سي زيرو إذا الحمد لله كان عندنا خطأ واحد. شنو هو الخطأ الواحد؟ لأننا خصنا دائما داتا جريد بوان روز بوان كونت موانز ماشي بحال اللي ليست. علاش؟ لأن الجريد لأن الجريد تيكون فيه دائما سطر دائما إضافي سطر إضافي. مثلا مشينا أن باغ إكزومبل محمد إضافة مثلا جوج مثلا بشير باغ إكزومبل هاتا فوالا. اذا ملا شحال واحد جوج ثلاثة وبالتالي البوكل خاص يمشي بعدد العناصر ناقص واحد. اذا لا مشينا درنا مثلا جوج ودرنا بحث غيعطينا مثلا بشير ملي كتمشينا درنا ودرنا بحث غيعطينا مثلا مات. وبالتالي هذا هو الخطا اللي كنا ارتكبناه. اذا الحمد لله ديما خاص نمشي من يساوي زيرو حتى داتا جريد بوان كونت موان زان لان هناك سطر اضافي دائما تيكون عند داتا جريد. اذا نمشي ان شاء الله عند بعد بحث متقدم. ما معنى بحث متقدم؟ اذا بحث متقدم هو مثلا البحث مثلا نريد الاسماء التي تبتدئ بواحد الاسماء اللي غيكونوا هنا في تي دو بوان تاكس. وبالتالي ساضيف واحد البحث متقدم اذا بوطون كما قلنا هنا غادي ان شاء الله دابا هنا بحث متقدم فوالا مشينا عند ريشيرش افونسي ولا بحث متقدم. بحث متقدم بحث متقدم اذا نفس ولكن غنشوف الاسماء اللي تتبدا بهذه. اذا غنخدم دابا هذه المره بالتي دو بوان تي دو بوان تاكس. اذا ناخذ نفس الكود ديال هذا فوالا كونترول سي ونجي لهنا وندير هنا كونترول في وهذه المره غنمشي عند واحد الخاصيه سميتها ستارت اذا سمح لي تكون واحد الخاصيه سميتها ستارت ويد. اذا ناخذ هنا ستارت ويد اللي تيبتدئوا بهاد تي دو بوان تكست فوالا. ناخذ هنا واحد سمحنا اذا ستارت سويد يعني لي شانت كاركتر اللي تيبداو بالتي دو بوان تاكس. ونقدر هذه ما نبرمجهاش في واحد البوطون ونبرمجها مثلا نقدر نبرمجها في جوج الحوايج. نبرمجها بحث متقدم وفي ليفينومون تشانج ديال التاكس بوكس. وبالتالي غنمشي هنا ونحاول ناخذ كود سورس ديالي كونترول سي ونجي لهنا نجي لهنا كونترول في. اذا المهم هو ستارت ويد يعني لي شانت كاركتر اللي تيبداو باش بالتي دو بوان بوان تاكس. اذا نحاول نصايب المسائل ديالي. اذا واحد ناخذ محمد اضافه مثلا جوج ناخذ مثلا موحى بار اكزومبل اضافه ناخذ مثلا ثلاثه مثلا علي فوالا اضافه ناخذ اربعه مثلا امين فوالا اكسترا. اذا مزيان الحمد لله ولكن نحاول انني نافيشي كاع ولكن نحاول نافيشي النتائج ديالي كاملين في واحد في هاد الجريد هذا باش يبان ليا غير لي زينيمون ديال الجريد هادي. وبالتالي هنا نقدر ندير اضافه فوالا ملء ناخذ مثلا ولكن خاصني نافيشيهم في الجريد. اذا غنحيد هذا الشيء هذا فوالا ولكن نمشي هنا نحاول انني نافيشيهم غير في الجريد بحال اكتواليزي. اذا غنمشي عند هذه
وهاد المرة ماشي غنافيشيهم في التاكس بوكس، إذا غنحاول أنني نافيشيهم في الجريد فيو مثلا. النتيجه ديالي في واحد الجريد فيو، لان النتيجه ديال البحث المتقدم يقدر يكون فيه غير واحد وبزاف، غنرجع لليست نستعمل الليست ديالي. اذا اولا غنمشي لعند الجريد داتا جريد جريد فيو بوان، ناخذ بوان روز انني نخوي، انني نخوي مثلا الجريد وعلى بوان كلير وعلى الحمد لله. فوالا إذن هنا ربما بين قوسين، هاد المرة غنمشي من عند هنا سير عند بروغرام بوان ليست بوان كونت، وهاد المرة إن شاء الله غنحاول نبحث غير على على لا ليست ديالي. فوالا إذن هادي كاملة هي غنعوضها Programme point liste des employés, CTRL C, CTRL V, 2 I, voilà, point, bonne pièce à la SM. Non, c'est pas celui d'Hadi. Walkin Hena, Haoul, ajoutez le grid, Haoul, ajoutez les informations, Ibn Oliaf, la grid, DL, voilà. Obitali, Rasoulian, Na, Rose, point add. بين قوسين فوالا، حيد هاد الريمو شي بوان فيرغول، غناخد لي نو ولي سميتو. إذا كونترول سي كونترول في فيرغول كونترول في، الأولى غتكون عندي إن شاء الله أجوتي نيميرو، الثانية أفيشي إن شاء الله لو نو. إذن حيد القوس كما قلنا، إذن نحاولو نعمرو الكريد ديالنا بليزانفورماسيون نيميرو اي نو ولا لاحظتي بان هادي. إذن نحاولو إن شاء الله أننا نيكزيكيتيو، إذن نعمرو بعدا كاين لا ليست الحمد لله. أمتي إضافة جوج مثلا محمد، إضافة مثلا ثلاثة مثلا ربيح بار اكزومبل، فوالا اضافه فوالا. اذا نشوفوا بحث متقدم اش غيجرى. مثلا بغينا ام، الناس اللي عندهم غير ام فوالا، هاهي ام، هما جاونا غير الام. الناس اللي عندهم ام دي، هما جاتنا غير ام دي فوالا. اذا الحمد لله هذا هو البحث المتقدم اللي قدروا نصايبوا به. اذا الحمد لله درنا بحث عادي وبحث متقدم، المره الجايه نحاولوا نزيدوا واحد البوطون اللي هنا اللي هي مهمة جدا. إذا شكرا على الانتباه ديالكم وإلى اللقاء. استسمح ال...